لا يمكن لأحد يزعم أنه يحب الله ولا يحب رسول الله، استحالة، مستحيل، لأن حبيب حبيبك هو حبيبك. فإذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله وأنت تزعم محبة الله، إذا لابد أن تحب رسول الله. طيب لو أحببت رسول الله لابد أن تطيع رسول الله، لا يمكن. بالضبط، أنا عايش، إذن أنا أعقل، وطالما أنا أعقل أنا بفهم، دي متلازمة لابد منها، متلازمة لابد منها. أنا باكل، إذا لابد إن أنا أدخل دورة المية، لابد. ما تقولش لا أنا باكل ما أدخلش، لا تقل ذلك. طالما أنت بتأكل وتشرب إذا لابد من قضاء الحاجة، أعزكم الله. كذلك إذا كنت تعرف رسول الله فلا بد أن تحبه، وإذا أحببت رسول الله لابد أن تطيعه. إذن عندنا مقدمتان، اللي يحب ربنا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي يعرف الرسول يحب الرسول. إذن أنت تحب الرسول من جهتين، أنت بتحب الرسول من جهتين. أول جهة اللي أنت بتحب ربنا، فاللي يحب ربنا يحب الرسول الذي أرسله الله. لما واحد يجيب لك جواب من صديق لك، بتمسك الجواب وتقول له يا أهلا وسهلا وتحطه على راسك، تحب ورقة وتعظم ورقة لأنها أتت من حبيب لك، وتقول له أوامرك من غير ما تطلب، كل حاجة اعتبرها حصلت وتنفذت. ليه؟ لأنه أتى من حبيبك، فما بالكم برسول الله الذي أتى من عند الله؟ فلماذا لا نحبه وهو حبيب رب العزة والجلال؟ إذا نحن نحب رسول الله لأن الله تعالى يحبه. اثنين، نحب رسول الله لأننا نعرف رسول الله، فلما عرفنا رسول الله أحببنا رسول الله. المثل البلدي يقول لك اللي يجهلك ما يعرفك، هو كده بالفعل، الذي يجهل رسول الله لا يعرف رسول الله. لا نريد أيها الأحباب أن نعرف رسول الله من خلال المغنيين وأصحاب المغالاة، خده مش عارف ايه وشفايفه ايه وعينيه ايه وصوابعه ايه، دعنا من ذلك. نريد ان نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعاني الشريفة والدقائق الجميلة والإشارات الفريدة التي دل ربنا عز وجل عليها. وحسبنا في هذا المقام إخبار ربنا عز وجل عنه.